كابتن رمضان موسيماني بيغير كل شويه. وجهه نظرك بكره هيلعب بانه طريقه؟ اعتقد ان هو هيلعب ب 4 3 3، يعني مش هيلعب زي الماتشات اللي فاتت 4 3 3. الماتشات اللي فاتت كان بيلعب 3 4 3 مظبوط، على اساس ان هو بيخلي حمدي فتحي تحت، يبقى بيعمل مسانده مع بدري بانون ومع ايمن اشرف، وبيحرر طبعا علي معلول، كان بيحرر المفروض اكرم توفيق. نعم. بكره برضو نادي الزمالك الحقيقه عنده عناصر لازم تتراقب بشكل كويس قوي، يعني زي لما بنيجي نتكلم على بدري بانون، اعتقد ان اكرم توفيق في الفتره اللي فاتت لما لعب باك رايت من اميز الباكات رايت اللي موجودين، او من اميز المدافعين اللي موجودين في موقف واحد ضد واحد، يمكن عمل تفوق على اللعيبه بتاعت نادي الترجي في المباراتين الحقيقه، عمل تفوق الحقيقه حتى في مباراه على حمدي الهوني، حمدي الهوني عمل تفوق كبير جدا، موقف واحد ضد واحد ما حدش بياخده منه، يعني برضك ده مهم جدا عشان يتعامل مع بن شرقي. بن شرقي عنصر يعني خطير جدا جدا جدا، وخصوصا في حته مراوغات، وخصوصا في حته اختراقات. يعني انت شايف انه هيلعب بكره 4 3 3؟ يعني هو هيلعب باكرم، وهيلعب ببدر بنون وايمن اشرف وعلي معلول، هيلعب بحمدي فتحي واليو ديانج والسوليه، وهيلعب فوق انا يعني في رايي ان لازم يلعب محمد شريف كراس حرب. لو لعب بتاو ومكسيموني الحقيقه وقفشه، اعتقد ده هيبقى يعني ضد النادي الاهلي. طيب يعني انت شايف انه يلعب 4 3 3 2 1 بقى؟ ما هو بيودي قفشه ناحيه الشمال. بيودي يعني مباراه الاسماعيلي قفشه عامل 3 الاسيست اللي عملهم من ناحيه اليمين، سوري. فبالتالي هو مش عاوز يغير دي، لكن انا في رايي ان هو لازم يلعب بتاو ويلعب بمحمد شريف كراس حربه مع قفشه. مع قفشه كابتن جوت؟ لا طبعا، يمكن طبعا مع احترامي الكبير طبعا لكابتن رمضان بختلف معاه جدا، لان احد اهم اسباب خساره الدوري الموسم اللي فات تغيير طريقه اللعب في المباريات الحاسمه، زي ما اتكلمنا قبل كده يا كابتن مدحت، غير طريقة اللعب في المباريات الحاسمة الأخيرة اللي هو في الرمق الأخير، اللي دايما كان النادي الأهلي بياخد فيه أكبر عدد من النقاط حتى لو كان متأخر عن الزمالك. لا. عمل كده في المباراتين اللي فاتت. وأحد أهم عوامل اللعبة دي يا كابتن فكر المدرب. أحد أهم عوامل اللعبة دي فكر المدرب، بتيجي بعديها مهارة اللعيب. لا. اللي أنقذه في المباراتين اللي فاتوا مهارة اللاعبين، مهارة وجودة اللاعبين الموجودة عنده. ولكن لابد أن يعود مستر موسيماني لطريقة 4-2-3-1. 4-2-3-1 ده الطريقة الأنسب للنادي الأهلي والأنسب لقدرات وإمكانيات لعيبة النادي الأهلي، لأن لازم برضو المدرب يبقى عنده مرونة. أنا ماسك النادي الأهلي غير أنا ماسك سان داونز، غير أنا ماسك، مش هقدر أطبق كل فكري مع كل الأندية. وبتحصل لنا كتير جدا، كابتن امير يمكن كان فتره ماسك مدرب نادي الزمالك، بعد كده مسك نادي السكه، لازم يبقى في عند المدرب المرونه وحسب القماشه اللي معاه. طب الاثنين اللي بتتكلم عليهم مين؟ الاثنين عمرو السوليه وديانج. وحمدي يبقى موجود؟ لا، حمدي يبقى موجود بره على دكه البدلاء، على دكه البدلاء، مفيش اي مشكله خالص. جميل. طيب